السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات. اليوم بغيت نهضر واحد السجل مهم بزاف، هو جواز التلقيح. هذاك الجواز محتاجين باش نديرو بزاف الحوايج. اولا محتاجينو لصحتنا باش ما ناذيوش خوتنا وحبابنا بهذا المرض الخايب. ثانيا غنحتاجوه باش نخرجوا لبرا، نسافروا، نديروا بزاف الحوايج. العالم كامل دابا كيديروا، والمغاربه تبارك الله اول وحدين في افريقيا اللي مشاو مزيان في التلقيح. داكشي علاش ما نخليوش الناس يدوخونا ويقولوا لنا هذا الجواز ما صالحش، هذه ما صالحش، العالم كامل داري. داكشي علاش حتى حنايا نكملوا على الخدمه ديالنا، نتلقحوا باش نوليو لحياتنا العاديه. ما دابا عندنا بزاف ديال 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 الحوايج ما نقدرش نديرهم لي ما عندناش الجواز. داكشي علاش خوتي مغاربه ديروا الجواز تلقيح باش نعيشوا حياتنا كما كنا كنعيشوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.